عفيف انت ارجع على البيت، تامر بوصلني. حاضر. اشتقت لك كتير، لأنه صار لك شي سنة غايب. وانت كمان وحشتيني يا وهم. بتحبني قد ما بحبك؟ بحبك أكتر بكتير. تامر وصل. خبرك شي عن الست نبيلة؟ مش عايز اقول على مكانها، بس انا حعرف اروح. واشرف كيفه؟ بطلبه ما يردش عليا، وده الحزين عندها حالة اكتئاب، والدنيا كلها طربقت فوق دماغي، مش عارف اعمل ايه. انا تعبت قوي نعمت. هيدا لانه ما عم بتنام، لازم تنام وترتاح. انا مش هرتاح لما اشوف نبيلة واقول لها الحقيقة. اهلا بابا، كيفك؟ اهلين بابا، اهلين. فوت اقعد ارتاح شوي. امك وين؟ فوت اقعد ارتاح، خليني احكيك قبل ما تشوفك. غادة، امك وين؟ بالأوضة. وين الأوضة؟ جوا. بابا، بابا لازم تعرف إنه في أوقات ماما ما بتكون معي جوا. ليه؟ كيف بتفوتوا عوض العالم بدون ما تدقوا الباب؟ أنت مين؟ غادة، ضهري لبرا، هلا بلبس ثيابي وبيجي بيستقبله. يلا بابا، يلا. معقول؟ يا حلوين. هاي هاي. الحمد لله على السلامة. شو بدك؟ كأني كنت مهاجرة حبيبي. أنا اشتقت لك. هاي، كيفك عمر؟ تمام. أهلا حبيبي عبدو. الحمد لله على السلامة. أكيد أنت ليل وقمر. مين ليل ومين قمر؟ أنا ليل وأنا قمر. وأنا روبي. ليل وقمر عملوا لي الجاتو ليستقبلوك. ميرسي حبيباتي. أنا رح فوت لجوا أحط الأغراض وأرجع لكم، أوكي؟ عمر شو بتحب تشرب؟ شو ما بدكم؟ حسيتك انزعجتي من اللي قالته مايا، بس أصلاً ما في لزوم تنزعجي، لأنه مايا ما إلها معك وين بتسهري وين بتروحي. بس مايا عندها أسباب ولا ترفض اللي شفته مني امبارح. أي أسباب؟ الشاب اللي خبرتك عنه اللي كنت حبه. هيدا خيّل مايا الكبير، من وقت ما فل وترك كل شي هون وراح، وهن متأملين إنه يرجع على أساس إنه أنا هون وناطرته. هلا عن جد خيّل مايا؟ أوفلك ملا قصة. ما عم صدق، ما عم صدق إنه أمك شافتني وما عرفتني. ما عرفتني اللي أنا؟ بابا قلت لك عندها اوقات كثير قصيره بدي فيهم، هلا بتروق بترجع لطبيعتها. معقول؟ اسمعني شوي، هلا لما توعى وتروق وتجي تحكيك وتسلم عليك عادي، اوعى تقول انا ما عرفتك، الا انك بعدك واصل، اوكي؟ اوكي. ابو عمر وصلت؟ اي ساعه وصلت؟ هلا كنت عم بسال عنك غدا قبل ما تظهري. ايه حبيتك شو بتحبك؟ اعطينا القهوه، بدي اشرب انا وبيك. خبرني عن الضيعة، خبرني كل شيء، اشتقت لك كثير.
يعني هذا اللي كان ناقصنا بعد بهالبيت التعتير من كان صغار. بس مهضومين كتير، حرام شو مبسوطين عندكم. انه اكيد بده يكونوا مبسوطين مع الماما ومع رشا ومع ام عبده، بس انا ماني مبسوطه يا عمر. تخيل درس وتعتير، مرض الماما، ورشا هلا بالبيت من دون شغل، ونومه هالبنتين الصغار، يعني رح يكون كلنا فوق بعضنا. شي بيقتل. معلش حبيبتي، هيدا وضع استثناء. الاولاد ما لهم حدا. بكره بس تتوضح الصوره اكيد رح يرجعوا على بيته، كل شيء بيرجع مثل ما كان. بتعرف شو؟ يلا عند شيرين، كلهم صاروا هونيك وناطرين لأكيد كلمة بالحفلة. بدي خلص هالحفلة بسرعة وارجع على البيت افتح الشنط، بدي اعطي الهدايا للكل، بعد ما اعطيت هديتي للماما ولا حتى لإلك انت. انت هديتي قعدتي معك هون احلى هدية بالدنيا كلها. خبرنا عن وضعك، كيف صارت امك؟ كيف بده يكون وضعها يعني؟ الزهايمر دائما كل يوم اسوأ من يوم. اختي غادة تركت الستاج وبي نزل من الجبل لعندي وقعد عندي بالبيت. يعني الوضع مش منيح. هذا غير مشاكلي بالشغل مع مديري. يعني احسن شيء صار معي كل هالفترة هو تليفونك لإلي من مصر. صوتك هيك رجع لي الفرحة لقلبي. نمشي؟ نمشي. كريم؟ شو كنت عم تعمل مع اليسار بالنايت؟ لكن سهران انت وياها. اصحاب مايا، اصحاب. كانت زهقانة، قلت لها ليش ما بنروح بنسهر سوا؟ قنعتها نروح نرقص بالنايت، بركي بتتسلى لها شي شوي وبتظهر من هالمأساة وهالوحدة اللي صار لها سنين عايشة فيهم. وانت شو عرفك بوحدتها ومأساتها؟ شو خبرتك؟ هي ما خبرتني شي مايا، عيونها لحالهم بخبروا. على كل حال انت ليه هالقد مهتمة بالموضوع؟ في شي؟ لا ابدا. اها، وانت وفادي شو وضعكم؟ كتير منيح. حال، هيدا هو المهم. اهلا 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 بشيرين وبتامر. هاي، كيفك؟ كيفك تامر؟ عامل ايه؟ هاي مايا، ماشي الحال الحمد لله. هي روبي ما جتش؟ روبي حكيتني هلا هي وعمر وقالت لي انهم جايين لهون. طب شيرين معلش انا لازم امشي عشان عم فاتح مستنيني في الشارع. طيب حبيبي روح وبس خلص ارجع لهون. اكيد، يلا سلام. يلا سلام، باي. شو رايح؟ لازم امشي ورا شغل. شيرين جوا ما هيك؟ بالاذن. بك شي؟ لا ما فيش، قلقان بس شو على ماما نبيله. سايبها في مصر لوحدها متضايقه، فقلقان عليها مش اكتر. سلام. معقول شو حلوين؟ بحقدوا هالقصص، ليش تعذبتي يا اختي؟ لو كان بعد معي مصاري كنت قشيت الدنيا كلها. رح لك وين امي؟ اخذت البنات عند ام عبده، بدهم يناموا عندها تنروح نحن على السهره. وشو بها مهرومه بهالبنات؟ ما بقى شايفتنا. مسليينا. مش الحال. طيب انا رح فوت جهز حالي. يلا شو بدي البس؟ ها
شو هالحلا يا ست عليا؟ لا خلص حلا راح من زمان. لا ما راح لمطرح، بعده هو بقوة كمان. يلا لحظة. شو هيدا؟ هيدا سوفينير مني لإلك. اها. كثير حلو. ميرسي يا عمري. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتي. اهلا فيك. يا اهلا، كيفك؟ هاي رشا. تامر رشا ماما. وين شيرين؟ مرحبا. شيرين فوق. أهلا. تعالي نطلع نجيبها. مرحبا. تعالي اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. شكلك زي القمر النهارده. مرسي. انت عامله ايه انت وعمر؟ هو الامور الخاصه ما بحب احكي فيها. روبي بليز تامر، عن جد خلص. انا اللي خلاص، مش قادره ابعد عنك، مش قادره ابطل تفكير فيكي، ومش قادره اتخيل انت وعمر رجعتوا لبعض. خلاص روبي انا هتجنن، هتجنن، مش عارف اعمل ايه. حتى عمي، عمي زعلان مني عشان ما رحتوش لحد دلوقتي. روبي روبي انا مش بفكر في حاجه غير فيكي وبس. والحل؟ مش عارف. عم تقلي هالحكي بسهرة عرسك؟ سهرة زواجك من صديقتي شيرين؟ شو متوقع مني جاوبك تامر؟ عايزك تقولي بتحبيني ولا لا؟ ردي عليا. لو ما كانش في مشاكل وبإيدك تختاري، هتختاري مين؟ أنا ولا عمر؟ أنت. اخترتك انت بدون تفكير، بس انا ما بقبل انك تكون غير لإلي انا وبس. هاي اليسار. كريم شو عم تعمل هون بهالوقت؟ شو عرفك انا هون؟ انه سيارتك تحت ما بدها هالقد، يعني حتى لو انك مسكره خطي برضه رح لاقيك. وما عندك سهره؟ لا، هيدي السهره ساعدتهم بتحضيرها، كلها بنات ببنات ما الي فيها. دوماج، كنت انبسطت مع حبيبتك. شو بكي نزلي فيي حبيبتي حبيبتي؟ ما قلنا لك من بعيد لبعيد. قلت لي حب من طرف واحد، يعني انت بتحبها، يعني حبيبتك. اليسار شو بدك كريم؟ ليش عم تفتش علي؟ ما بعرف. عبالي نحكي انا وياك شوي. بقصة روبي؟ لا، بقصص كتير لإلي عبالي احكي فيهم. ما بعرف ليش برتاح احكي معك إلا إذا ما إليك جلادي. لا بالعكس، خليني 10 دقايق خلص اللي بين إيدي ونظهر. عن جد؟ وين نروح؟ ما بتفرق، يلا بس لخلص شغلي ونروح مطرح ما بدك. أوكي. تفضلي. استاذ اديب مش هون؟ بلا، بس ما بده يضايق الصبايا. قال بيظهر لما نقص الجاتو. اكيد بيكون عم بيتعذب كثير لانه شيرين رح تبعد عنه. الخواجه حياته مختصره على شيرين. اللي بدها اياه شيرين بيعمله، واللي بتحبه شيرين بيحبه. بعرف بتخبرني روبي قدي بحبها بس لانها صديقتها لشيرين. بجن لما بيعرف حدا متضايق من رفقات شيرين. لما صارت قصة زودة الجامعة وشاف شيرين متضايقة على روبي خوت. تاني يوم بعد الشوفير ودفع عن التنين.
مين يعني الاثنين؟ ما معك خبر؟ خبر شو؟ ما في شيء مهم. احكي عن اي زودة عم تحكي؟ قصدك الزودة الأخيرة تبع الجامعة؟ ايه الخواجة أديب هو اللي دفع عن روبي. بعتذر إذا ما كنتي عارفة. لا أكيد معي خبر، بس افتكرتك عم تحكي عن غير زودة. شو بدك تشربي؟ شو بدك تشربنا؟ الله هنيك وفيك يا شيرين. مرسي طانت، مرسي كتير. أنا بصراحة ما صار في مجال لحتى أشكرك وأشكر بيك على اهتمامكم بروبي لما دفعتوا عنا $1000 بالجامعة. ولو يا طانت، شو هالحكي؟ روبي مثل أختي والبابا أكيد ما بحب إنك تشكري. بكل شي ماما؟ شو نرجع البيت هلأ؟ هلأ؟ ليش؟ عم بقلك هلأ روبي طلبي تاكسي خليني نرجع البيت بلا سؤالات. رشا تركينا لوحدنا انا واختيك. شو في ماما؟ أنا ما بقبل هدايا من ناس ضعاف النفس وواطيين. شو؟ سؤال وتجاوبيني بإيه أو لا. بدون لف ودوران. $1000 زودة تبع الجامعة اللي أخذتيه من تعويض أختك دفع عليكي هون بيا لشيرين. الزودة؟ جاوبيني بإيه أو لا. دفعها؟ اي أنا ما رح أخبر أختك لحتى ما تتخانقوا مع بعضكم. بالنهاية ما إلكن إلا بعضكم. أنا مش بقتلكن عطول. بس كمان ما رح أسمح إنك تضلك عم تستغلي أختك بهالطريقة البشعة. كأنها شي وحدة غريبة. أو كأنها عدوتك وعم تقصصيها. هالقد شايفتيني عاطلة؟ اللي عملتي ما له إلا تفسير غير إنك وحدة مصلحجية واستغلالية بلا قلب. ماما أنا لما أخذت $1000 من رشا كان بعد بيا لشيرين ما قرر يدفع عني. وليه ما رديتيهم لما دفعهم؟ لأنه كان عايزني 100 شغلة من الجامعة ودرس وكان روبي ترجيكي تسكتي. ما بقى بدي أسمع وشوف بنتي اللي دفنت حالي كرمال ربيها منيح حياولي قدامي عم بتكذب وعم بتبرر أفعالها. أنا مقهورة. مقهورة إني وصلت لمطرح شوف بنتي حبيبة قلبي حياتي عم تسرق أختها وعم بتبرر بكل وقاحة بدل ما تستحي وتندم وتتمنى تختفي عن وجه الأرض. بدك إياني أختفي عن وجه الأرض؟ بدي اياكي الصبح
التفكير من بعد ما يروحوا البنات على المدرسة. تسمعيني انت واختك شو بدي اقول، واللي بس انا بقوله رح يمشي بالبيت من هلا ورايح، مفهوم؟ ايه فادي وينك؟ شو؟ كيف السهرة؟ خلصت، بس قلت لهم لأهلي إنه لما سرق بالليل رح أرجع نام عند شيرين، بس سهرانة هي وتامر لحالهم فحسيت حالي لبصة، افتكر رح أرجع على البيت. لا 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 ما ترجع على البيت. ليه؟ بليز تعالي عندي مايا، أنا أصلاً ظهرت من البيت لأن زهقت لحالي هونيك. بس صارت الساعة واحدة وشوي فادي. تعي هيك منقعد أنا وياك على رواق. عايز أحكي مع حدا. عم قل لك بليز تعي، ما تتركيني لحالي، تعبان وكثير عايز أحكي معك. طيب أوكي أوكي، رح أجي على البيت لعندك. أنت بالبيت؟ يلا بدي ماكسيموم 3 دقايق بكون هونيك. بكره اخر قياس للفستان، اذا زبط رح جيبه معي هو والطرحه وكل شيء ان شاء الله. هيك شيء حبيبي؟ لا خلص، بس تعبان شويه مش عارف مالي. فوت نام هون، قلت ضيوف فاضيه. مش هينفع بقى، لازم انام بدري، عندي شغل الصبح. طيب مثل ما بدك، بس سوق على مهلك. صباح الخير. صباح الخير عمادي. الله معك يا عريس. بجي؟ لا ابدا، بس تعبان شوي. لانه حسيته شوي مش مبسوط. لا بالعكس، معقول عريس قبل بكم يوم من عرسه يكون مش مبسوط؟ هيدا اللي عم بساله لحالي. لانه بقدر ما بيكون الارتباط حلو بقدر ما بيكون بخوف. سهرة العرس رح تكون سهرة فوق الطبيعة. ما كان بدي اياك تتعذب بابا، عزمنا كثير ناس. شو قلتي يا بنات؟ ليش أنا مين عندي أهم منك بالدنيا؟ يا ويلي صارت الساعة 2 وما حسينا بالوقت، ضروري أمشي. أبداً ما في فلة. كيف يعني ما في فلة؟ يعني ما في فلة، إذا زعجك وجودي هون بروح بنام عند أصحابي، نامي أنت هون. مهضوم كريم. عن جد ما في فلة. ليش؟ شو ليش؟ لأنه بخاف عليكي بالليل. بحياته الشاب اللي حبيته ما خاف علي هيك. كنت سرب من عنده عوج الصبح كل ليلة وما يسأل عني. عن جد إنك شاب طيب كريم. هلا المهم بروح معك وبرجع بالتاكسي. يي علينا. اسمع لقلك، بتاخد سيارتي بتوصلني على البيت وبترجع فيها، بكره الصبح بتمرق علي وبتاخدني على المكتب. بدك تعطيني سيارتك؟ بابا ما بيصير تضلك واعي كل الليل، بليز ما تعمل بحالك هيك. انت لازم تضل قوي عشان تقدر تساعد ماما وتوقف حدا. صعبي يا ابني صعبي، مرتي وحبيبتي اللي عشت كل عمري معها تشوفني وما تعرفني. بعرف انه صعب، بس شو بدنا نعمل؟ شو؟ لازم نضل قوايا، خصوصي انت. نحن بالنهاية عنا درسنا وشغلنا. بعرف يا ابني بعرف. رح وقف حدا. بس ماني قدران ما اتضايق يا ابني، ماني قدران. قوم نام انت هلا، وانا بعد شوي بروح. تصبح على خير. وانت بخير يا ابني.
ليه عم تفعل في هيك؟ شفقان علي؟ أو شمتاني؟ ليه بدي أشمت فيك؟ يعني شفقان علي؟ شو صاير لك فادي؟ ليه عم تعمل هيك بحالك؟ وفيي كمان؟ ما صاير لي شي، زهقان. طلعي مشي بهالبيت شوي. طوابق، دراج، مطابخ، صالونات، مساحات. كلها مساحات فاضية فاضية. عم تصوفر. أوقات بخاف، إيه؟ قد ما بيكون في سكوت، بخاف. بصير أمشي لقدام وأتخيل إنه في حدا لحقني. بركض بالكوريدور، بصير حس إنه، حس إنه ما أدري مين في ورا كل هالبواب المسكرة. عن جد بخاف مايو، بخاف مثل الولاد الصغار. أصلا وقتها كنت صغير كنت كتير خاف، كنت عطول أقول للماما إني بحب أعيش بالكوخ تبع الأقزام السبعة، عرفتي؟ هيدا اللي عشت فيه بلونشناج، كوخ حلو صغير ما بخوف، في ناس كتير كلهم بكوخ واحد صغير. شو حلو، شو حلو ما تكوني لحالك بهيدا البيت الكبير. أصلا هيدا قبر مش بيت. عم بتزيدها فادي؟ لا ما عم زيدها. روحي على المقابر وتسمعي منيح، سكوت مثل هون زيت الشي. اصلا قد ما بيشبه القبر بيطلع بالك تموتي. سكوت، عم بتخوفني بهالحكي. ها شفتي بلشت تخافي مثلي. بتشربي معك كيس؟ لازم تنام. لا بدي اشرب بعد كيس.
يا اهلا يا اهلا بالحلوين يا اهلا. صباح الخير. صباح النور. كيفك يا انور؟ مشتاق لكم كثير. يلا يلا على السياره. باي ماما عليا. باي ماما عليا. باي حبيبي. ست عليا، خبرته للاستاذ عنك وعن معاملتك للبنات، وقال انت هديه الله بعتها لهالبنات. ما في شيء بيحرس، مش عن يسيرك الخدمه ابدا. بالنسبه لرشا ما تعطى الهم، بعدها بشغلها، وكل اول الشهر بتقبض معاشها مثل العاده. هلا المعاش مش مهم، مهم الاستاذ يطلع بري ويطلع بالسلامه من الحبس. يعني عن جد كارثه، هود البنات مقطعين لي قلبي، لا ام ولا بي. معلم انور. نعم. ممكن انا بالرجعه ما اقدر اجي انطرهم هون، يا ريت بتوصلهم انت على البيت. بامرك، ما تعطي لي هم ابدا ست عليا، ما تعطي لي هم. يلا الله معك. شو؟ قال ساره كانت امبارح حلوه، خبرتني روبي وراجع على البيت انه قال شيرين كانت بتجنن طالعه مثل القمر. روبي لقيت لك كده؟ ايه؟ وقال اليوم هي وشيرين بعد الظهر نازلين يشتروا الفستان. فستان؟ يا اخي الفستان ده خد منها وقت كتير قوي. اكيد بده ياخذ وقت، يعني في احلى من البنت لما تلبس فستان العرس وتتجوز الشاب اللي بيحبها وبتحبه؟ صح، عندك حق. انا هقوم اعمل نسكافيه. خي انبسطت كثير بخبرية معاشي يا ماما، معناتها شغلي بعده ماشي، يعني لازم اهتم بهالبنات اكثر، وانت ما بقى تتعبي حالك معهم، هن من مسؤوليتي انا. انا مش عم بتعب معهم، انا مبسوطه فيهم قد الدنيا. عال مازال هلا هيك صار وعرفني انه معاشك بعده ماشي، لازم نستغل هالفرصه لحتى تحطي عقلك براسك وتفكري بحالك وبس. ما فهمت كيف يعني؟ يعني أنا كنت عم فكر امبارح بموضوع وبدي أحكيكم فيه بجدية. أنا رح أعمل حسابات البيت وحطها على دفتر، أيد كل شيء، الفواتير، الأكل، الشرب، كل شيء، وشوف قد ايه مصروفنا بالشهر وقسمه على ثلاثة، أنا وإنتو، كل وحدة منا رح تشتغل ورح تقبض معاش ورح تدفع اللي عليها بالبيت وبس. واللي بيفضل من معاشها بيكون لها. رشا خلص، انت ما رح تقضي كل حياتك تصرفي على البيت وعلى اختك وعلي وتنسي حالك، لازم تفكري بحالك وتزبطي امورك وتتجوزي. ما فيني ماما، جامعه روبي ومصروفها. ما خلص جامعه روبي رح يتكفل فيها بيا لشيرين، كتر خيره رح يدفع لها القسط لكن شيرين تخرجت. شو؟ عن جد؟ طبعا. أنا امبارح عرفت بالسهرة وانبسطت كثير. انبسطت لروبي ولإلك. أنا رايحة هلا أحكي مع السوبر ماركت أتفق معها. طلبت مني أعملها معجنات على طول. لا لا لا. ممنوع بقى تتعبي ماما. لا مش رح أتعب. أم عبده بتساعدني بدل ما تقضيها داري كل نهار صبحيات وكثرة حكي، وهي كمان بتطلع مصروفها. وروبي بلشت تشغل وهيئتها انبسطت وقالت لي انه رح تتوظف بنص دوام، يعني المعاش اللي انت بتطلعيه رح يكون كله لإلك، إلك وبس. خلص حبيبتي اعطيتينا كثير، صار لازم تهتمي بحالك. يعني هلا انت لقيت الشغل ست روبي؟ ما بتعطل انا اختي، ما تخاف علي. طيب ماما روبي صارت رح تتخرج، خليني انا بالقليله. لا خلص، معاشك كله بتعطيني اياه وانا بصمد لك اياه، مفهوم؟ شو؟ الهيئة عم نقسي التمارين. عم بنوجه. انتي هيك بدك.
عم لاقي النتيجة دكتور، كرمال هيك عم بقص التمارين، بدي يكون بعرسي بأحسن حالة ممكن. ورح تكوني هيك. اليوم على بكره عملت صبحية عند تامر. عن جد؟ اليوم على بكره؟ ايه هلا جيتي من عنده. شو بكي في شيء؟ غريب، لأنه دقيت له من شي نص ساعة خطه كان مسكر، فكرته نايم، ما عاد دقيت على البيت. ليش بعد ما حكينا لهلا مع انه عارف اني رح كون هون؟ اذا نسي يفتح السلولير تبعه. هو قال لي انه امبارح اضطر يقفل السلولير تبعه اكثر ما دقوا له من القاهره مشان امه نبيله. هاي عم ينسى اشياء كثير. نسى انه وعدني رح يجي معي اليوم على التمارين ويقضي معي كل قبل الظهر. بدك تطولي بالك عليه. حاله امه مزعلته. بعرف. كرمال هيك انا ساكت. يلا برجع لك. كيفك انت وروبي؟ هيدا اصعب سؤال ممكن تساليني اياه. ما بعرف.